بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكر القناة شوف تي في على هذا الواجب ديالهم. اولا كنشكر من هذا المنبر كنشكر سيدنا الله ينصرو اللي كان اللي وقف في جنبي من ناحيه الاختراعات ديالي. انا كبطل ديال المغرب بزاف المرات في سباق السيارات، وكنشكرو بزاف 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 حتى من الدوسي ديالي اللي حطيته في الديوان ديالو وكان الجواب صحيح، يعني هاد الناس ما تخلاوش عليا وكان ديما كيرسلوا لي بان الدوسي ديالي فين الحاك فين كذا، والحمد لله الدوسي مشى في في في, في مشى في الطريق الصحيح. وكنشكر الناس ديال المجلس الاعلى للقضاء، هاد الناس ديال المجلس الاعلى للقضاء اللي على راسهم السي عبد النبوي الله يعطي صحيحته، وكذلك هاد الناس ديال المجلس الاعلى للقضاء كانوا عيطوا عليا وداروا معايا واحد 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 سميتو واحد اللقاء اللي مشيت عندهم تما وشكيت عليهم وداك الشيء. يعني استمعوا ليا بكل وضوح بكل يعني. وكنشكر كذلك كنشكر السي عبد اللطيف الحموشي اللي الدوسي ديالي ومشى مشى للامن وكان في المستوى تخاض بعين الاعتبار. وهاد الناس هادو يعني من اللي مشيت الدوسي ديالي مشى للمحكمه المحكمه الابتدائيه ديال اسفي. كنشكر وكيل ديال جلالة الملك ديال المحكمة الابتدائية ديال اسفي، هذا السيد هذا اللي علاش انا كنشكر السي عبد اللطيف الحموشي وكنشكر سيدنا وكنشكر السي عبد النبوي. علاش؟ لحقاش انا يا خمس سنين وانا وهذا السيد خمس سنين كنبلغوا، ياك هذا السيد هو ضايع في حقه. علاش اللي علاش اللي ما يجيش يطالب بحقه ويدير معايا المواجهه؟ صاحب حق وما كيحضرش. علاش؟ الفقيد شيء لا يعطيه. لحقاش هذا السيد ما عندوش شي حاجه اللي غادي يدلي بها امامي انا وامام المحكمه. انا كنستدعوه بوثيقه، انا كنهضر بوثائق رسميه، فهمتي؟ وهذا السيد هذا اللي يعني مرارا وتكرارا خمس سنين ما كيجيش، كنبلغوه بمفوض قضائي، وملي كنجي امام المحكمه امام القاضي كنقول له هذا السيد راه ما جاش، كيقول لي صافي سيدي الله يعاونك. وتم الحكم عليا باش تحكم عليا، راه تحكمت عليا 100 مليون وانت صاحب. وهذاك السيد راه خدام، كون ما كانش خدام يعني ما لا بدا يعطيوه. خدام كاين كل شيء، عندي وثائق بانه عندي خبره، عندي وثائق بانه كيد انه هذا السيد خدام. انا هذا هو الحاجه اللي اتجهت لها، والحمد لله كان يعني كان هاد 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 اللقاء ديال الصحافه يعني اعطاتني واحد المجهود كبير، فهمت؟ وما ننساوش هاد الناس ديال الزلزال. واحد الحاجه اللي هي ربانيه الله سبحانه وتعالى اللي قدر هاد الشيء، كان التعازي ديال هادوك الناس كلهم اللي ماتوا، وكنطلبوا الله سبحانه وتعالى باش هادوك الناس اللي هما باقين في المستشفيات الله يعطيهم صحيحتهم، وكنشكروا سيدنا اللي وقف معاهم وقفه ديال بصح، والناس وكنشكر حتى المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، الشعب المغربي اللي وقف وراء هاد الناس كاننا عائله وحده. الوكيل ديال جلاله الملك ديال المحكمه الابتدائيه اللي كنشكرو بزاف، لحقاش هاد الملف ما خلاش فيه يعني ما خلاش تدخل، ما كانش فيه تدخل، فهمت؟ وكنشكر النائب الاول، النائب ديال اللي عدوا الملف ديالي، النائب ديال الوكيل، وهاد الناس الشرفاء، هاد الناس اللي كيتساهلوا بانهم ياخذوا واحد الجزاء ديال الشكر. وكذلك كنشكر الناس اللي خدموا معايا في الخفاء. يعني كاينين الناس اللي وليت كنمشي، هاد واحد السيد كنمشي
وما كيخلينيش نبات في الوطيل بس صباح نصبح في المحكمه، كنمشي نبات عنده في داره. لهذا السيد انسان طيب، الانسان كيخلي الشغال ديالو وكيمشي معايا، كيتنقل معايا، وهو اللي اعطى تعليمات، ماشي التعليمات، اعطى يعني واحد كان يشهر هذا الملف ديالي بانني راني مظلوم امام الناس اصدقاء ديالو وكل شيء. وكنشكر رشيد الشريعي اللي هو رئيس ديال جمعيه ديال حقوق الانسان، وقفات هذا السيد اللي هو يعني انسان في المستوى. هذا السيد كنت كنعيط عليه بالليل بالنهار، في اي وقت كنعيط عليه كان يعني كاينين الناس اللي هما شرفاء، كاينين الناس اللي هما كيتساهلوا الشكر. وكنشكركم بزاف 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 بزاف.